السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله جبنا لكم اليوم هذا لي طابل الفارفورجي بعدة ألوان وأشكال ومقاسات. نبدأ هذه الأولى، لا فورم تاعها روند مدورة الكبيرة والصغيرة. السوق هذاك تاعها حديد كروازي الحديد، والبلاطو من الام دي اف، خدمة ما شاء الله، خدمة لوكال تاع الجزائر. البلاطو التحتاني فيه 60 سنتيمتر قطر تاعو، والبلاطو الفوقاني فيه 80 سنتيمتر. العلو تاع البلاطو التحتاني فيه 44 سنتيمتر، والفوقاني 50 سنتيمتر. وفيها اللون الثاني هذا، فيها الابيض مع الدوري ولا الاسود مع الدوري. هذو نفس المقاسات هذه ولا قبلها. وكاين الموديل هذا الثالث، الحديد اللي مخدومة به تيب كاري، والطابلة التحتانية جات اوفال. نفس الموديل ونفس المقاسات، وش هي هذه البلاطو تاعها جا في الابيض. هذه الانديه تاعها مقلاصي تبان رخام. والطول تاعها 80، الشكل اوفال 80 على 60. الطابله اللي الفوق القطر تاعها 80 سنتيمتر. الموديل الاخير هذا جات مدورة للطابلة الكبيرة والصغيرة كيما الموديل الاول، وش هي يتفرق في الشكل تاع السوكل تاعها. هذا جا تيب كاري واللون الاسود، ومتوفر في اللون الدوري، متوفر لوطو تاعها في النوار. هذه هي، مرحبا بكم، وكاين التوصيل 58 ولاية. سلام.